السلام عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إني امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد، ولي أبناء لا يصلون ويسمعون الغنى، فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى، وأحيانا أكون قاسية عليهم، فهل آثم على هذه القسوة وبماذا تنصحني؟ نعم، أنصحك بالاستعانة بالله، الاستمرار في نصيحتهم، وإذا استدعى الأمر القسوة فلا بأس، القسوة في دين الله ولأجل أن يتأثروا ويتركوا ما هم عليه. نعم.